مشاهدينا السلام عليكم. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا وهو هاد لي بانو ديال لا بيبليسيتي اللي هما ديال جماعه المحمديه واللي محطوطين تقريبا من عام 2011 اللي كانوا فيهم يعني المشاريع ديال المجلس انذاك مجلس ديال المفضل المشاريع ديال المدينه اللي كانوا مبرمجينها وكيوضحوها للساكنه. على العموم احنا ما غاديش نتكلموا على المشاريع، غادي نتكلموا على هاد لي بانو اللي الان كيحتلوا الملك العمومي، تعاقبوا عليهم الان يعني 4 ديال المجالس الجماعيه وما بقى عندهم حتى شي فائده انهم يبقاو محطوطين وكيعارقوا السير. هانتوما كما كتشوفوا في الصوره، وهاد لي بانو راه ما كاينينش غير في هاد المكان هذا قدام المحكمه، وانما راه منتشرين في عدد كبير من المناطق بمدينه المحمديه. هانتوما كما كتشوفوا في الصوره لا معنى لهم. كان بامكان بحال هاد البانوات يستغلوا في امور اخرى، بحال مثلا يديروا في احنا غنعطيو اقتراحات ودائما كنعطيو اقتراحات، يديروا مثلا في المدخل ديال الشاطئ ديال المركز او شواطئ اخرى ديال مدينه المحمديه، يعطيو فيهم يعني ارشادات للمصطافين، وما اكثر الارشادات اللي خاصها تعطى خاصه مع التهيئه ديال لاكورنيش ديال مدينه المحمديه. على العموم الوجود ديالهم ومنذ سنوات تصوروا حوالي 12 سنه او 13 سنه هما موضوعين وكيعرقلوا السير. ما غاديش نقولوا من جديد، كنتمنوا من المجلس الجماعي انه يحيدهم هذا، لانه للاسف الشديد هاد كلمه كنتمناوهم حيدناها احنا من المصطلحات ديالنا، لانه ما باينش لينا صراحه لا في هذا المجلس هذا او المجلس السابق او المجلس اللي قبل منه ما كاين حتى شي حاجه. كنعياو وما نتكلموا. هذا الروبارتاج اللي كتشوفوا ماشي الاول مره كنديروا بخصوص هذا البانو، وانما درناه اكثر من مره، ولكن لا حياه لمن تنادي.